السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال والمورال طالع وكل شيء بخير ولا خير. احوالكم بخير، عائلتكم بخير، نتمنى تكون جميع احوالكم على احسن ما يرام وما يكونش اثر بكم الحجر الصحي، لان بصراحه انا كنحاول نستمتع به. صراحه بدينا كنمل واحد شويه، ولكن ضروري ما نحاولوا نخلقوا الاجواء باش نستمتعوا ونعيشوا حياتنا، سواء كنا خارج البيت او داخل البيت ما كاين حتى شي مشكل. كيف كتشوفوا هاد الطرطه اللي حضرت اليوم لعيد ميلاد ديال زوجي؟ ان صراحه هاد الاجواء انا تنسيت الموضوع بكل صراحه. بنتي الصغيره هي اللي فكرتني فيه، دات عيد الميلاد ديالو، يلا اليوم عاد قدر الله صيفط له الكيكه واحتفلنا به. للاسف نسيت الموضوع لان هاد الظروف اللي كنعيشوها والاخبار والميديا اللي كتنقلنا الاخبار ديال شنو واقع في العالم نساتنا الواقع ديالنا واش اللي خصنا نديرو شنو ما خصنا نديرو. المهم على اي حاولت ندرك الموقف تحضر الطرطه في اسرع او اسرع حال، وحتفلنا احتفال بسيط وخرجنا للبالكون زعما بحال نغيروا الروتين، وحتفلنا في البالكون باش نبدلوا الجو ونستمتعوا بالشميشه حيت النهار تبارك الله الجو طلع زوين. كان صباح صباح الضبابه والشتا، في كنت كنصورني في الطرطه كان مظلم شويه الحال، ولكن دابا صراحه الجو لذيذ، جلسنا استمتعنا خدينا شويه ديال السول او شويه ديال الشميشه والفيتامين دي واكيد الفيتامينات ديال الحلوه ديالنا. يلا نوريكم كيفاش صايبت هاد الطرطه وكيفاش حضرت هاد الكيكه، ونتمنى يعجبكم الفيديو وعلى بركه الله نبداو بالمقادير. بالنسبه للجينواز اللي كنستعمل انا كندير فيها 5 ديال البيضات كبارين، كنضيف لها ساشي ديال الفانيلا كتنسيم، ساشي كامل الفانيلا كتنسيم، وكنضيف لها 150 غرام ديال السكر حبيبات، وكنطربهم مزيان مده 5 7 دقائق حتى الخليط ديالي كيختر يعني كيعقد ما كيبقاش جاري. كنطربهم مده طويله بطرب الكهربائي، واخر حاجه كنضيف لهم هي 150 غرام ديال الدقيق المنخول ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. كيف كتشوفوا بعد ما طربت الخليط ديالي مزيان مده ديال 5 دقائق 7 دقائق، المهم حتى كيطلع مزيان الخليط وكيعقد ما كيبقاش جاري. دابا كنغربل عليه 150 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات باش كتنجح معايا لا جينواز، ومعلقه كيف كتشوفوا صغيره وممسوحه حتى هي كنغربلها فوق الخليط. وغنجيب واحد لي سباتول ونحاول نقلب الدقيق وسط الخليط اللي طربنا مزيان، نطربو حتى يختفي ليا الدقيق ما يبقاش باين، ما تبقاش دوك الكريكيبات ديالو. الخليط قلبته مزيان وطربته مزيان. هاد القوالب اللي غنستعملت انا لشكل القلب هما اللي غادي ندير هاد النهار، ندير فيهم الجينواز ديالي. استعمل جوج، درت ليهم اكيد الدقيق والزيت باش ما يلصقوش ليا، وغادي نكب فيهم الخليط ديالي اللي وجدنا. والفرن راني مسخنه على درجه حراره 180، ونخشي فيه هاد الليمون ديال لي كيك هاكو كيف كتشوفوا، غنخشيهم تيطيبوا لي وتحمروا، وعاد غنخرجهم ونخليهم تيبردوا، ومن بعد ندوزو نزينوهم. بالنسبه للكراميل غندير كاس ديال السكر نفس الكميه حليب، وغندير نص معلقه ديال الزبده. المقله هنا اللي كتسخنها غنضيف فيها مقله ما كتلصقش، غندير فيها السكر ونخليه حتى يذوب، عاد غنضيف له الحليب والزبده وطريقه ديال الملحه. كيف كتشوفوا السكر بدا كيذوب لينا، العافيه راه مهيله. غنضيف له معلقه صغيره الزبده وندوبها. ودابا غنضيف بشويه بشويه في الحليب، ها هو غيدوب ما تخافوش واخا بالكم تحجر دابا يدوب معانا.
ها الصوص وجد معايا، اخلي دابا يبرد ومن بعد نستعمله. بالنسبه للكريمه غنحتاجو 100 غرام ديال كريمه الشونتي، وغنضيف ليها ربع لتر ديال الحليب مكلاسي، وغادي نطربهم بطبيعه الحال كيف كتعرفوا. بسم الله. الكريمه طلعتها، نخليها في الثلاجه تشد راسها، ومن بعد غنطالي بها الجينواز ديالتي. الجينواز هي كيف كتشوفوا طاب، دابا غادي نديمو ليها. بانت ليا رطبه بزاف، ما حتىش غادي نسقيها محال، لان تبارك الله كتجي رطبه، وخليتها في الفرن حتى بردات بحال اللي تعسلات. شتي كيف كتشوفوا؟ بسم الله. بسم الله. ثانية، دابا غنحاول نكب الكراميل، ولكن غير بشويه، راه دفيتو واحد شويه، ماشي دفيتو بزاف باش ما يذوبش ليا الكريمه ديالتي. No, si me dejas probar el caramelo. Si quieres probarlo, puedes probarlo. ودابا غنضلبو بهاد الطريقة باش نزينو الطارطة ديالتنا. كيف قلت لكم الكراميل حيت خليته مدة هادي برد شوية، ولكن دفيتو غير بدا كيسيح، طفيت عليه، وكيف كتشوفو راه باقي شاد فراسو، وحطيته فوق الطارطة ديالتي. غناخد شوية ديال هاد الكوكون ديال اللوز، غنحاول نحطو هنا من الفوق كتزيين.
كما شفتو حضرت الكيكه في وقت وجيز. الوقت اللي كانت كطيب لي الكيكه في الفران وجدت ليها الكريمه والكراميل اللي زينتو بها، طبيعه الحال زينتها، اختاريت اني نزينها بطريقه سريعه لانها فقط الزوج ديالي، عيد ميلاد ديال الزوج ديالي كنا احتفلنا به اليوم. ودابا غنقلي لكم الاجواء اللي كيفاش جات المذاق ديال الكيكه والاجواء اللي احتفلنا به. كيف كتشوفوا خرجت للبالكون وزينتو تزيين خفيف هكا، طبله زينت تزيين بسيط كيف كتشوفوا. ما عنديش الشمع وما عنديش منين نجيبه، شحال صغير ديك الشميعات اللي دايرين بيها، الشميع اللي كيعطي الروائح. ما عنديش شمعه خاصه بعيد ميلاد لان ما شريناهاش، وكيف تعرفوا دابا خاصني الا نمشي نتقدى ما هي وما لا امها. المهم حاولنا نخلقوا البهجه ونخلقوا السرور ونخلقوا الجو ونبدلوا الروتين. وكان هذا هو الطاطا اللي حضرنا مع بعض، وزينتها الطبله بشويه ديال الفواكه الجافه ولي بيسكوي صالي. وهذا هي الطبله ديالنا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. وتنتم كنصحكم انكم تستمتعوا بحياتكم، ما يأثرش بكم حتى حاجه، التزموا بالقوانين اللي كتفرض الدوله علينا والنظام، ونجلسوا في ديورنا واللي قسم الله ناكلو، ما كاين حتى شي فرق، ما كاين حتى شي مشكل. ونقول لكم الى اللقاء، تهلاو في راسكم، ما تنساوش الدعاء، نطلبوا الله يفرجها علينا، اكيد دائما الدعاء ودائما الصلاه، اللهم فرج همنا ويسر امرنا. نقول لكم الى اللقاء، تهلاو في راسكم، وحضروا هالكيك، اكيد اكيد كيجي بنين، ما نكذبش عليكم.